كل مرشتر، مركز الهزة كان في ولاية بجاية وبالضبط شمال شرق رأس كربون. كبداية سيدتي الكريمة، هل من حصيلة من خلال طبعا عملية الرصد التي قامت بها مصالح الحماية المدنية إلى حد الآن؟ دونك صباح الخير عليكم. صباح النور. دونك سجلت ولاية بجاية على سلم يشتر 5.5 120 كيلومتر شمال شرق كاب كربون. دونك مقبله كنا في ان ديبار جينيرال دونك بوغ ريكونيسونس دونك توت لي يونيتي كل باش نقولوا كل وحدات الحمايه المدنيه الوحدات تاعنا كاع تاع بجايه لي يونيتي سكوندير والوحده الرئيسيه ثاني خرجنا كاع الماتيريال اللي عندنا كاع بوغ فير ريكونيسونس هنا في لا فيل دو بجايا. Pour l'instant, on a juste deux cas d'effondrement de maison, mais ce n'est pas grave. Un blessé, Tenskin, donc Ken Wakof, en face de la résidence 17 octobre. Il y a un mais c'est un blessé, alhamdoulilah, salamat. طيب سيدة لطيفة مجبر، طبعا هذه ذكرتي أولى الحصيلة فيما يخص عملية الرصد التي قامت بها مصالح الحماية المدنية. بالنسبة إلى مختلف مناطق ولاية بجاية، يعني هل وحدات الحماية المدنية تنقلت إلى مختلف مناطق ولاية بجاية ربما لرصد أي خسائر أو أي مصابين فيما يخص هذه الهزة الأرضية؟ دونك الوحدات الثانويه خرجوا لهم في مختلف المناطق، والوحده الرئيسيه ايضا لهم خرجوا كاع ثاني على مختلف مناطق ولايه بجايه. الحمد لله لم يتم لحد الان الى اي خسائر ماديه ولا بشريه. طيب سيدة لطيفة مجبرة، أكيد أن هذه الهزة سيتبعها العديد من الهزات الارتدادية، ربما ما هي نصائحكم للمواطنين في ولاية بجاية بحكم أنها كانت بها مركز الهزة والتي بلغت 5.5 درجة على سلم ريشتر؟ دونك بيان سور 5.5 على سلم ريشتر دونك سي كيلكو شوز كومان دونك باسكو الناس كاع راهو خافت كاع ما خافش كاع خفنا مي واحد لو مومون تاع واحد دو بريفير واحد ما يبا با بوجي يقعد في بلاصتو سوا يروح مع اونتر لي بوطو ولا تحت سورتو ايفيتي تاني مع كيفاش نقولو تاني كيفاش يقولو لي ديسكالي مع لي اسانسور دونك ايفيتي بوندون لو سيزم هذاك. طيب سيدة لطيفة مجبر، فيما يخص كذلك تم تسجيل حالات إصابة بكسور بعد سقوطهم من شرفات المنازل وكذلك على السلالم كما ذكرتي، هل من حصيلة ربما أولية فيما يخص هؤلاء الأشخاص؟ لا ما كانش بوغ لانسون هكذا ما كانش أي ما كانش كما قلت لك مقبيلك بوغ لانستون اي خسائر ماديه ولا بشريه. خصك عندنا ان سول بليسي هذاك اللي تبليسا كان واقف مسكين في برا تحت عليه هذيك الشجره. طيب المكلفه بالاعلام بمديريه ولا كاين حاجه الاخبار اكيد ستكون لنا متابعه. نعم ستكون متابعه ان شاء الله معك. ستكون لنا متابعه اكيد. المكلفه بالاعلام بمديريه الحمايه المدنيه بولايه بجايه السيده لطيفه مجبر، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله، طبعا ستكون لنا متابعه مشاهدينا.